هلا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير. مشتاقه لكم هوايه هوايه. اليوم الفيديو قررت اصور لكم روتيني المسائي، لانه ادري بكم انتم تحبون الروتينات هوايه، فقررت اسوي لكم روتين تحفيزي وليس تعليمي. تابعوا الفيديو وياي. فاول شي راح اسوي الغداء. بالنسبه للروتين يعني الظهر، فراح اسوي الغداء راح اسوي كفته بالصوص الاحمر وياها تمن. فهسه خليت البصل وخليت عليه كميه هواي من المعدنوس او البقدونس، لانه يعني زوجي معدته تتحسس من البصل، فاضيف هواي معدنوس حتى ما ياثر او ما ياذي معدته. فهسه خليت المعدنوس والبصل على اللحم المفروم، وراح اضيف لهن ملح، وراح اضيف لهن شويه توابل اللي هي بهارات جدر. وشوفوا عندكم انتو شوية دارسين ضيفوا لها، ويعني فلفل احمر حار او فلفل اسود، وضيفوا لها شوية طحين، وكلها راح اخلطها المكونات سوا وكورتها بهالشكل هذا على شكل كرات. وخليت الكرات بالثلاجة تخلوها فد نص ساعة حتى شوية تلزم نفسها، ومن تقلوها ما تتفكك. ومن بعدها راح اسوي الصوص الاحمر اللي هو يتكون من طماطة وفلفل اخضر وبصل وسنثوم. وبالنسبة للتوابل عندكم نعناع ومعدنوس ومعجون واي بهارات عندكم. فراح ابدي اول شي، راح ابلش اقلي الكرات. طبعا انا ما انتظرت نص ساعة صراحة، المفروض اخليها نص ساعة بالثلاجة واطلعها بعدين. فاني مباشرة قليتها لانه يعني ما عندي وقت ومستعجلة دا اصور الفيديو. وبنات هسه دا احمس البصل ويا الفلفل الاخضر حتى دا اسوي الصوص الاحمر مع يعني الكفتة. فهسه هيك طفت عليها الطماطة، وبس شوية يعني هيك تذبل راح اضيف عليها المعجون وباقي توابل. وتوابل انا هنا استخدمت كاري بالصوص، لا تكثرون هواية توابل حتى يعني ما يضيع طعم الخضار. وهسه راح اضيف تقريبا كوبين من المي واخليهن شوية يغلن. بعد ما يغلن راح اضيف عليهن كرات اللحم او الكفتة. طبعا احنا نتغدى متأخر كلش، لانه زوجي يرجع متأخر من الدوام، فيصير هو غدا هو عشاء، فنختصرها بوجبة واحدة. فبنات استخليت كرات اللحم وراح اقلبهن بهالشكل هذا، ولا تخلوهن يفورن هواية بالصوص. ومن بعد ما كملت الغداء راح شوية امسح الارضية. طبعا انا الصبح منظفة الاخشاب وكل شي، بس هسه يعني اعادة مرة ثانية. فراح انظف الارضية ومن بعدها راح اعطرها. بهالاثناء اشغل تلفزيون. وبنات راح اعطر الارضية بهذا المعطر. طبعا هذا ريحته تجنن، بس انتبهوا على الوردة لانه اكو مثله بالضبط، بس الوردة تختلف غير شكل، فذاك ما طيب هذا اطيب. وبنات هسه شوية راح ارش معطر بهالشكل هذا وامسح. وبنات لا تخلون هواية معطر مع الارضيات بالقاع، لانه القاع راح تشالح. هسه تجيني وحدة كيوت تقول لي يعني شنو تشالح، استغفر الله ربي. وبنات شوفوا، هاي الفكرة دائما اسويها، انه العلاقات الزايدة اسويهن على شكل مثلثات بهالشكل هذا. طبعا احنا العراقيين لازم بنستغل كل شيء. ف يعني وانت قاعدة على التلفزيون تتابعين مسلسل، صفطيهن بهالشكل هذا حتى ما يصير عندك المطبخ هوسه. وبنات من بعد ما كملت كل الشغل، هسه تقريبا ساعة 7 بالليل، فراح ابلش اخلي ماسك. أنا عادة أخلي الماسكات وهاي شغلات الظهر، بس مرات يعجبني أخلي بالليل. ومن بعد ما كملت الماسك شوية دلع ومكياج، فمو مكياج مكياج يعني لا تحسبوا علي مكياج، راح أخلي تنت وأحمر خدود وكحلة وأكيد يعني عطر. وبهالأثناء راح أشرب شاي الورد. طبعا شاي الورد من الاشياء اللي فعلا تعدل المزاج، يعني ما اعرف ليش، بس انا شخصيا يعني من اشربه كلش مزاجي يتعدل، وما اعرف يعني هيك بس يسوي طاقة ايجابية، ينطي طاقة ايجابية احسه، فمن اشربه كلش ارتاح. رغم انه هو مو كلش طيب يعني ولا كلش مفضل عندي، بس يعني ما اعرف يعني هو هيك يعدل المزاج احسه. وبهالاثناء راح اقرا تعليقاتكم او اتصفح الانترنت، او مرات يعني افتح لايف وياكم، بس لانه الانترنت ضعيف يشلع قلبي، ف
يعني بطلت هاي العادة أو قللت منها كلش مال إنه أفتح لايف أو أقرأ كتاب، يعني المهم إنه أسوف شيء بهالأثناء. طبعا بنات أنا ما أعرف بي ميزة أو عيب أو ما أدري يعني موجود عندكم هالشيء أو لا، أنا من النوع اللي كلش ما أحب الروتين وأحب أغير دائما، يعني خاصة بالأكل بالشرب بالديكور مات الغرفة. يعني أنا زين الحمد لله بطلت أغير ديكور الغرفة لما الغرفة تفلشت، يعني وصلت مرحلة إنه الأخشاب تفلشت هالقد ما كل شوية ناقلتها من مكان لمكان، فخلاص تبت من هاي العادة يعني. فكله ثبتت الأثاث على ترتيب واحد وقمت بعد ما أحركه لأنه قام بعد ما يتحمل. وبنات هسه إجا زوجي وقاعدين حاليا دناكل، طبعا الكفتة ريحتها فتشي خرافي والصوص اللي وياها هماتين فتشي كلش طيب. وبهالأثناء راح نباوع تلفزيون فنطلع يعني كل شيء، نطلع أفلام مسلسلات، فحاليا متابعين هاي المسلسل. ولا تشتشوا داشك بهدومي لو داخل شو بروحي. ومن بعد ما انتهينا من الأكل عادة إما ناكل فواكه أو نسوي بوشار أو حب، يعني هيك نسوي قاعدة. فحاليا دا أسوي البوشار، أسمع صوتي يجنن. وهذا الشكل النهائي للشامية. طبعا إحنا كلش نحب الشامية فعلى طول نسويها، بس أنا مو شاطرة بيها، زوجي شاطر بيها فزوجي دائما يسويها أحسن مني. المهم فهسه قاعدين قاعدة بسيطة وهماتين بنتابع المسلسل. لا تخاف علي زين. مانيت على الشركة؟ اه اقول مانيت على الشركة؟ ايه مانيت. يلا مدام هيك قوم شوف هذا الهواء الطيب هنا وهاي مسرعة. وآخر فقرة بالفيديو اللي هي فقرة العناية الليلية، طبعا غسلت مواعين ورتبت كل شيء. المهم حاليا وصلنا لفقرة العناية ما قبل النوم. طبعا ضروري كلش 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 انه تغسلون بشرتكم من المكياج، يعني اني مرات انام من المكياج بشرتي انسى واخفى يعني، واقوى ثاني يوم القى بشرتي والله تلعب النفس. فدائما غسلوا بشرتكم ورطبوها وناموا. وبس حبايبي لا تنسون تشتركون بالقناة إذا ما مشتركين، وفعلوا الجرس، وأشوفكم في فيديو جديد، ومع ألف سلامة.